23 النصف الاول من الحزب. اي واضح هاي. طيب باهي ناخذ رقم 66. ها رقم 66 تفضل. طيب تفضل. ايه بالباء. اي وضح. اي مش واضح. بين بين دابة باء مشهورة دابة. قولي هاي زيد عود. هاي تضبطها بالفتح. هاي عودها الآية. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. نعم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. كيف يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا. رقم 107. 107 الأخت رفقة موجودة ولا مش موجودة؟ طيب نعم. رفيقة عيال عفوا. نعم صحيح الأخت رفيقة. تفضلي تفضلي. يلا عاد الوقت 107 رقمك. أيوة. طيب نعم في بالك اسم مش عليك. ده هو موجود. ده ما يسالش اقرا وانت شوفي لها بالعقل. لا الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. قولا الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك. الذين صبروا وعملوا الصالحات فاولئك. اولئك في شواب. اولئك لهم مغفرة واجر كبير. الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. صحيح. فلعلك قولا فلعلك باخر. لا لا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. تفضل. نعم قوله ماكش محاضرة. طيب خذ راحتك. هاي تفضل باقي نمشيه مع عدد 57. عليكم السلام. إن الذين صبروا وعملوا الصالحات. عودة. إن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز
أو جاء معه ملك. نعم. قل إنما لم فيش قل. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افترى قل إن افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بأمر الله. لا لا. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين حبط أولئك الذين حبط ليس لهم في الآخرة إلا النار. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كافي، بارك الله فيك، شكرا. زيد ثبت بالباهي رفقة. 110 أخت هاجر مش موجودة. طيب يا الله، رقم 72 تفضل. طيب اقرأ تشوفوا هاي. قولي أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن يكفر به من لا لا مثال عاودي أفمن كان يركز ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. نعم. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نعم. ومن أظلم ممن افترى تا تا افترى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد ألا لعنة الله على الظالمين. أي نعم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أي نعم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. أي. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أي. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أي. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. يعطيك الصحة، مرد بالك. الأخسرون سافروا.
الأخسرون. الأخسرون صحيح، بارك الله فيك. 58 58 الفاء من فاء من فضل. نعم. وما نرى لكم علينا من فضل. 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 مش لي. فضل. لي. فضل بل نظنكم كاذبين. صحيح. كمل. قال يا قوم أرأيتم. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. حسن. 87 يا الله. تفضل. الله أيوة. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. كافي، ما شاء الله عليك، أحسنتي، جزاك الله كل خير. رقم 100 يا الله، ما شاء الله، أحسنتي.
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون أي عاود ويصنع الفلك هات الكل وين يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور غن عاد وين الغن حتى إذا عاود مرة ثانية كافي كلمة القول ما نوع المد فيها سؤال لي القول ما نوع المد فيها سيدي لو قلت قلت القول مش تخفى لها فيها حركتان أو أربعة أو ست القول هذا يتسمى مد مدلين أي. يأتي في حرفاء ماذا المفتوح نعم القول واو ساكنة وقبلها شنو مفتوح واو ساكنة وقبلها مفتوح اثنين أربعة ست ما ثمش مقدم أنا ما نمش بالمقدم تحب اثنين ولا أربعة ولا ست مقدم عند شكون أو شو قولك علاش أنا طيب ليش يقول لك مقدم عند شكون ها مقدم عند شكون يقولوا مقدم أداء إيش معناتها مقدم أداء في الأوجه عند من عند قالون عنده أبي نشيط وعنده الحلواني يلزمك تبين الأشياء هذه لما تقول مقدم أداء مثلا تقول مقدم أداء هنا مثلا التوصل بناء على ماذا إذا كان هو من طريق الشاطبية مقدم معك لكن من طريق الطيبة يتعكس ثلاث ورش خبيرة ما يرقق الراء هنا ولا كلمة خبيرة نذيرة بشيرة يرقق وإلا لا من طريق من طريق الأزرق الشاطبية لكن الطيبة النشر المقدم هو التفخيم خبيرة فلما تقول مقدم يلزمك تخصص وتعين من طريق من أما هكاك في العموم لا هاي هاي بالفتح انا حقيقه ما عرفتش قلت لك علمني سيدي علمني بالفتح معناتها قلت لي علاش معناها اعطيني الكوش علاش مش بالتقليد معناها صح من قراءه التقليد ما احنا بالنسبه للتوراه لفظ التوراه هو المقدم عندنا في تونس جرى به العمل عندنا هو الفتح ثم التقليد لا العكس المشارقه يقدمون التقليل على الفتح تو في ليبيا مثلا بعض القراء تاعهم لفظ التوراه يقدمون التقليد التوراه علاش بناء على ماذا المدارس اللي يتلقاو منها هي المدارس الشرقية احنا في تونس لا ما جرى به العمل عندنا في تونس المقدم هو الفتح
يقول جرى به العمل، يعني سندنا يعود في هذا إلى سيد علي النور السفاقسي، فهو يقدم الفتح ولا يقدم التقليد. أي سيدي مازال عنا شوية تكرار الوقت ما عادش برشا. طيب نمشيو توا الحزب النصف الثاني من الحزب 39 رقم 73. تفضل أي كونوا حاضرين إن شاء الله. أي بسم الله، قرب شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع قصص قبل فقالت هل أدلكم على من، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على من، على أهل بيت، هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفرونه لكم وهم له ناصرون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي بما قال ربي إني ظلمت إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. كيف يعطيك الصحة، الله ينفع بيك، بارك الله فيك. 84 فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. قال له موسى إنك لغبي مبين. فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. أحسنت ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، شكرا. أحسنت 76 أي أهلا وسهلا مرحبا، خذ الميكرو. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي. ولما توجه تلقاء مدين قال مدين قلق للدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ووجد
ولما ورد ماء ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. مد عد ماء مدين. ووجد من دون من دونهم امرأتين امرأتين تذودان. قالتا نسقي حتى يسفر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما تولى إلى الظل فقال ربي إني بما أنزلت علي فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أي مد فجاء من البعد فجاءته إحداهما تمشي على استحياء على استحياء فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف إن نجوت من القوم الظالمين. كافي، بارك الله فيك، شكرا. سالش طيب، حسنتي، الله ينفع بيك إن شاء الله. 101 101 غايبة، علاش محطوط؟ طيب، لا مش في بلاصتها، نمشيو بالترتيب هذا. 105 أقرأ من مكانك في عقلك، يسالش، تحب تجي هنا؟ هيا جيب هاي. شو بالترتيب هذا ومن بعد الله لطيف بعباده. مرحبا، اهلا وسهلا، بيبارك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اي نعم. قالت احداهما يا ابت استاجره. يا ابت استاجره. إن خير من استأجرت القوي الأمين. أي نعم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. نعم. قال أريد أن أشق عليك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي. فلا عدوان علي.
والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله فلما قضى عوده وسار وساء بالسين إني آنست نارا قال لأهله مرة أخرى كيفاش عودها قال لأهلهم كثوا تصطلون يعطيك الصحة كافي بارك الله فيك استنى حتى يجيوك لحظة ربي يبارك لك الله يبارك فيك إن شاء الله جزاك الله كل خير رقم 79 آية 79 تفضل يا مرحبا يا مرحبا تفضل ربي يعاونك ربي يبارك لك فلما آتاها ترى عودها أيوة بنش الهمزة فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن للبقعة المباركة من الشجرة من الشجرة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين سيد عودها الأولى عودها مرة ثانية فلما مرة أخرى ما يسألش عودها فلما من الشجرة شاجة الشجرة من الشجرة هاي سكرين شو بيبا طب شي جي شوش رب العالمين هاي وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب من الرهب من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لدي يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلما نعم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما قالوا أرجع قالوا ما قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا زيدها واو وقال موسى قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون بارك الله فيك حسنت شكرا رقم 108 حسنت فقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري
فأوقدي إياها منام على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. الأولى الوصلة لعلي أطلع، قولي من هناك. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار نار هكذا بالفتح شوف النار قول ويوم القيامة لا ينصرون. صحيح قولي وجعلناهم مرة ثانية وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة من المقبوحين ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة، جيب الإدغام مع غنة. نعم عاودة. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. كيف بارك الله فيك، شكرا. رقم 74 غايبة زادة هي. طيب رقم 89 خديجة غايبة، اش نعملوا تو هنا كملناهم كل مقعدش. مين رشيدة؟ تفضل حاضر رشيدة. شنو؟ أهلا وسهلا، الله يبارك لك، مرحبا، تفضلي. عودها مرة أخرى. الغربي إذ قضينا بين الياء مشددة. عود وما كنت مرة أخرى. الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربي لتنذر قوما ما أتاهم من نذير صحيح. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك
ونكون مش تعطيهم درجة أكبر منهم، ونكون من المؤمنين مش من المرسلين. فنتبع آياتك. نعم. أي فلما جاء الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا مش ساحراني ما فيش مد تظاهرا قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. نعم. لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أي. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. لا لا واصل عاد. ومن أضل. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. بغير هدى من الله. مش إن الله رققي إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فتح الله لكم جميعا جزاكم الله كل خير. الله ينفع بكم. أحسنت. الاختبار إن شاء الله الأسبوع القادم، لقمان والسجدة إن شاء الله نهار السبت بإذن الله تعالى، الدوام 8 متاع الصباح إن شاء الله، 4 أسئلة إن شاء الله، معدل صفحة السؤال معدل صفحة. نحاول نحضروا مع أختنا صريحة نهار الخميس، مهكا الخميس 8:30 تاع الصباح تحضروا، تكونوا جاهزين في الاختبار إن شاء الله. أعطيناكم وقت كافي، خذيتوا وقتكم ما شاء الله. ما نغيبوش نحضروا، واللي مازال ما سجلش يسجل. بارك الله فيكم، ربي يحفظكم إن شاء الله، ربي يتقبل من الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فضل سيدي.